وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهارده ان شاء الله في تاني سيشن في الكواليتي مانجمنت، وهنتكلم في السيشن ده بالاخص على الايفوليوشن اوف كواليتي مانجمنت، او مراحل تطور ونشأة الجودة على مدار التعامل معها. اول حاجه تم انشائها من ناحيه دراسه الجوده ومن ناحيه التعامل مع الجوده كانوا بيسموها الكواليتي انسبكشن. بدات العمليه تطور شويه، طلعوا المستوى اعلى الا وهو الكواليتي كنترول، ودي بنسميها مع بعض الكيو سي اللي بنسمعها كتير، يعني كواليتي كنترول، مراقبه الجوده. بدات بعد كده العمليه تتطور اكتر، بدا يطلع من الكواليتي كنترول انه يشتغل على حاجه اسمها الكواليتي اشورنس، والتوكيد او تاكيد الجوده، ودي بنسميها مع بعض كيو اي كواليتي اشورنس. بدات الفكره تزيد اكتر، وبداوا يفكروا في حاجه اعلى الا وهي بنسميها مع بعض التي كيو ام، او بنسموها اداره الجوده الشامله توتال كواليتي مانجمنت. يبقى انا كده عندي مراحل تطور الجوده تمت على اربع مراحل رئيسيه. نمسك اول مرحله مع بعض ونحاول نتكلم فيها، مرحله الانسبكشن. مرحله الانسبكشن واضح من معنى الكلمه ان هي عمليه فحص، وبالتالي في الانسبكشن كان بيبقى فيها الاغلبيه الرئيسيه فيها الفحص الظاهري، بمعنى ان انا عندي منتج بشوفه من شكله بره هل يمشي معايا ولا ما يمشيش، وممكن كمان كان يتعمل بعض الاختبارات الاحصائيه، ولكنها اختبارات على التشغيل بتاع المنتج وبتكون اختبارات غير دقيقه. على سبيل المثال الاواني الفخاريه في تصنيعها زمان كانوا بيحاولوا بقدر الامكان يقول لك دي سليمه ولا لا، عن طريق انه كان بيبص للكيرف بتاعها، بيبص للكيرف بتاع الاواني الفخاريه اللي بيصنعوها، لو عينه عجبها شكل الكيرف يقول لك خلاص الحاجه دي سليمه، تيجي تشتريها انت بعد كده تحط فيها ميه تلاقيها مخرومه. الله، طب ما هو انتجها لي وقال لي سليمه، هو اخدها كشكل ظاهري لكن ما اجراش عليها اختبار الملء بالايه؟ بالمياه. وبالتالي ده كان عباره عن مين؟ الانسبكشن. ليه الانسبكشن لازم يتطور؟ فطوروا الانسبكشن، خلوا منه حاجه اسمها توتال انسبكشن، ودي حته مهمه جدا لحضرتك لازم تكون فاهمها، عشان بتيجي كتير جدا عندنا في الامتحانات لو انت هتذاكر عشان امتحان التوتال انسبكشن. يبقى التوتال انسبكشن دي عباره عن ايه بقى؟ واضحه من معناها انه بيفحص المنتج كاملا كاملا، تمام، وبيشوفه هل المنتج ده صالح للاستخدام ولا لا. ده بقى في الاختبارات المتلفه في الخرسانه لا يجوز على الاطلاق استخدامه. يعني معنى كده ان توتال انسبكشن في الكونستراكشن نوت يوزد، بعد اذن حضرتك ما تستخدموش. ليه؟ عايز اختبر عندي هنا الجهاد كسر، او بمعنى اصح الطوب اللي انا شاريه ده هيكسر عند مقاومه كام. لو رحت عملت التوتال انسبكشن كده انا هكسر الطوب اللي انا جايبه بالكامل، وتروح قاعد جنبه بقى تتفرج عليه، ما ينفعش. لما عايز اعمل اختبار التحميل على العناصر الخرسانيه لازم اروح مكسر العناصر كلها واشوفها كانت تقدر تشيل ولا لا. طب ما انت كده خلاص كسرت المبنى. يبقى معنى كده ان التوتال انسبكشن لا تصلح اذا كانت الاختبارات اللي بتتم اختبارات متلفه في حاله عمليه الكونستراكشن. اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانسبكشن. طلعوا بعد كده قال لك طيب انا كده عمال احكم ظاهري واحكم بتوتال انسبكشن وابوظ المنتج، طب ايه رايك لما اروح اخد حاجه اسمها ايه؟ لما اروح اخد حاجه اسمها، والكلمه دي مرينا عليها في الاحصاء كتير، حاجه اسمها السامبل. سامبل يعني ايه؟ سامبل يعني الراجل هياخد عينه، العينه دي بتتاخد عن طريق اختبارات احصائيه ومعادلات احصائيه، ولازم تكون السامبل دي معبره تماما عن البوبوليشن اللي هي بتقيسه او اللوت اللي هي بتقيسه. اتفقنا كده؟ يعني هاخد انا عندي مثلا بتكلم في 10,000 طوبه، عايز اعرف الطوب ده سليم ولا لا، هاجي عن طريق المعادله بتاعت الانسبكشن او معادله السامبل، سامبل سايز، واشوف انا محتاج قد ايه. فرضا طلعت لي ان انا محتاج اكسر 100 طوبه، لو ال 100 طوبه دول كسرتهم وطلعوا ناجحين ده معناه ان ال 10,000 طوبه اللي انت بتحكي عليهم دول سلام، يبقى عديهم. يبقى الكواليتي كنترول مبنيه على انه بياخد سامبل، ومن خلال السامبل دي بيبدا يعمل عمليه التستنج عليها، ومن خلال التستنج دي بيقدر يحكم. لو السامبل سليمه خلاص يبقى هو ابروفد مين؟ لللوت او الباكج اللي هو انتجه كله. طب لو السامبل كان فيها مشكله يبقى او فيها ديفكتس، ده معناه ريجكت لمين؟ ريجكت للوت اللي هو انتجه. اتفقنا؟ ده معناه ان الكواليتي كنترول ببساطه اسمها مراقبه
جودة. ده معناه ان كواليتي كنترول كده تمت للاسف الشديد على البرودكت بعد ما تم انتاجه، بشوفه هل سليم ولا لا. يبقى معنى كده ان الكواليتي كنترول من احد تعريفها الرئيسيه ان هي performed on after manufacturing process، performed after manufacturing process، بتتم بعد عمليه التصنيع، performed on البرودكت not process، يبقى بتتم بعد عمليه التصنيع، لان انا منتج في ايدي خلاص عايز اختبر اشوفه سليم ولا لا قبل ما ابيعه. كلام جميل. رقم اتنين، بتتم على البرودكت اللي انت صنعته. طيب انت بتعمل الكواليتي كنترول ليه؟ عشان تشوف المنتج سليم ولا بايظ. يبقى الكواليتي كنترول تو مين؟ تو فايند الديفكتس، تو فايند الديفكتس. يبقى الكواليتي كنترول بتتم علشان يشوف العيوب اللي في المنتج، هل هو از رايت اور نوت، يعني هل المنتج سليم ولا لا. طيب رجعوا بقى فكروا باسلوب احلى واحلى. قال لك هو انت رايح تمسك المنتج في ايديك وبختك يا باشا؟ يعني ايه بختك؟ يعني كما لو كانت بطيخه في ايدك، يا تطلع قرعة يا تطلع حمراء. قصدك ايه؟ قصدي ان انا المنتج في ايديا، يا يطلع سليم يا يطلع بايظ. طب بسالوا نفسهم سؤال اهم، قال لك بص، هو انا هنتظر لما اشوف المنتج يطلع لي بايظ واقول المنتج بايظ وافرح واقعد جنبه؟ امال عمل ايه؟ بداوا يفكروا في فكره اعلى، الا وهي الكواليتي اشورنس. كواليتي اشورنس قال لك ايه بقى؟ هو المنتج اللي انت طلعته في الكواليتي كنترول ده لما كان بايظ، كان بايظ ليه؟ قال لك لاسباب كتير. رقم واحد، ممكن تكون الرو ماتيريال اللي داخله في التصنيع غير صالحه، جايب مواد خام بايظه، اسمنت شاكك، حديد مصدي، يبقى كل الكلام ده هيطلع معاك المنتج غير سليم. تصدق صح؟ تمام. ده ممكن تكون العماله اللي في ايديك، ممكن تكون البروسيجر او عمليه بروسيس، خط الانتاج اللي انت عامله في خطوات بتسبق خطوات، ده اللي بيخلي المنتج يطلع بايظ. اكيد فهمنا. يبقى بداوا يفكروا في ايه؟ بداوا يفكر في الكواليتي اشورنس، توكيد الجوده، انه يمسك المنتج ده قبل ما يتم عمليه تصنيعه، يشيك على الرو ماتيريال بتاعته كامله، يشيك على البروسيس او البروسيجر، الخطوات اللي هيتم بيها عمليه التنفيذ، العماله اللي في ايديه، المعدات اللي في ايديه، لو كل الكلام ده سليم جو اهيد انتج. في اللحظه دي هو اتاكد من ايه؟ في اللحظه دي هو اتاكد من ان المنتج اللي هينتجه ده سليم قبل ما تتم عمليه تصنيعه. يعني بمعنى اصح، يوم ما يعمل كواليتي كنترول بيكون الكواليتي كنترول تحصيل حاصل، بس المنتج بالنسبه له از ايه؟ از رايت، يبقى المنتج سليم. يبقى كده الكواليتي كنترول بتتم على مين؟ نرجع تاني، يبقى نقارن بقى ما بين الكيو اي والكيو سي. الكيو سي ديت بيرفورمد اون المانيفاكتشرنج بروسيس، اسف، بيرفورمد اون البرودكت، بتتم على مين؟ على المنتج. انما الكواليتي اشورنس نو، دي بتتم على البروسيس، على العمليه الانتاجيه. الكواليتي كنترول دي كانت بتتم بيرفورمد اون البرودكت، بيرفورمد اون البرودكت، صح الكلام ده؟ تمام. طب الكواليتي كنترول، الكواليتي كنترول برضو نرجع نقول ان هي بتتم بيفور مانيوفاكتشر افتر مانيوفاكتشرنج، يبقى الكواليتي كنترول بتتم بعد عمليه التصنيع، انما الكواليتي اشورنس بتتم بيفور مانيوفاكتشرنج، يبقى الكيو سي افتر، الكيو اي بيفور. الكيو كواليتي كنترول كنا بنقول تو فايند الديفكتس، عشان يكتشف العيوب. طب الكواليتي اشورنس تو بريفنت الديفكتس، الله ينور عليك، عشان يمنع اصلا العيوب انها مين؟ تحصل في الاساس. يبقى ده الفرق الرئيسي بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. علشان خاطر كده في تعريف جميل قوي بيقول لك ان الكواليتي كنترول از ري اكتف اكشن، بات الكواليتي اشورنس از برو اكتف اكشن. واتس ذا مينينج؟ بيقول ان الكواليتي كنترول ري اكتف معناها اجراء علاجي، انما الكواليتي اشورنس دي برو اكتف، يعني اجراء وقائي. على سبيل المثال، لما تيجي حضرتك في بدايه الشتاء تاخد مصدر انفلونزا علشان تحصن نفسك ان هي ما تجيلكش، يبقى التطعيم اللي انت خدته ده يعتبر مين؟ كواليتي اشورنس، اجراء وقائي. طب افرض بقى ما خدتش التطعيم وجات لك الانفلونزا، هتروح تاخد الادويه، صح؟ يبقى الادويه يعتبر اجراء مين؟ اجراء علاجي. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ طيب انا عندي في الموقع اثنين مهندس، مهندس استشاري ومهندس تنفيذ او مهندس مقاول. طب المهندس الاستشاري ده من اسمه بينزل يستلم، استنى، يبقى المهندس الاستشاري يعتبر كواليتي كنترول، بينزل يستلم البنود من ايد مين؟ من ايد المقاول، ويشوفها سليمه ولا لا. طب مين المسؤول بقى انه يقف فوق ايد العمال وهي بتشتغل الكواليتي اشورنس؟
ده مهندس المقاول. يبقى مهندس المقاول يعتبر كواليتي اشورنس، مهندس المالك او الاستشاري يعتبر كواليتي كنترول لان ده اللي بيستلم. طلعنا من الاثنين دول بصينا قال لك لا بقى، انا عايز اخد الثلاثه دول في حلقه واحده، اعمل انسبكشن واعمل كنترول واعمل اشورنس. بداوا يعملوا حاجه توتال كواليتي مانجمنت. وعلى فكره بقى كان في عندنا تعريف المره اللي فاتت كان اسمه تعريف الايزو، وتعريف الايزو ده كنا قلنا دي منظمه الجوده العالميه، والشركه واي شركه في الدنيا محتاجه تاخد شهاده الايزو دي لازم يكون عندها النظام ده جواها اللي هو كواليتي ايه اشورنس. يبقى علشان تقدم على شهاده الايزو انت كشركه لازم يكون عندك كواليتي اشورنس. معناها ايه كواليتي اشورنس تاني؟ معناها ان انا بقول لك لما تيجي تاخد مني الايزو تعرفني ان المنتج وانت بتنتجه قبل ما تنتجه اصلا انت متاكد انه هيطلع سليم لانك ماشي على خطوات ثابته وسليمه. طيب رجع بقى قال لك ايه التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال كواليتي مانجمنت هي انه يعمل الاشورنس والكنترول والانسبكشن ويهتم بكذا جمله في قمه الاهميه. اول جمله يهتم بيها في التوتال كواليتي مانجمنت بنسميها الكاستمر ساتسفاكشن. وات ذا مينينج اوف كاستمر ساتسفاكشن؟ ارضاء العميل. يبقى التوتال كواليتي مانجمنت مبنيه في المقام الاول والاخير على ارضاء العميل. بمعنى انا طول النهار عمال انتج على هوايا انا كبروديوسر، طب وفي حد هيجي يشتري مني؟ يبقى لازم في اللحظه دي، لازم في اللحظه دي وانا بنتج اكون بنتج منتجات عارف انها هترضي العميل، مش ترضيني انا لان انا مش هشتري من نفسي. وضحت؟ يبقى رقم واحد ارضاء العميل. خلاص كده اللي احنا عندنا من بلدي بيقول لك ريح الزبون، اهي زيها كده بالظبط، شوفوا هو عايز ايه واعمله له وريح نفسك، مالكش دعوه انت برايك، انت عايز تبيع. واضحه؟ تمام. رقم اثنين، رقم اثنين ان الكواليتي از ذا ريسبونسبيلتي اوف اول بارتس بارتيسيبيت ان ذا بروجكت، ان الجوده مسؤوليه كل الاطراف اللي موجوده في المشروع بلا استثناء على الاطلاق. بلا استثناء على الاطلاق، يعني لو انت ماشي في الموقع ولقيت اسمنت شاكك ما ينفعش تسكت، لازم تعرف الناس الموجوده ان في كذا، علشان لو استخدم وانت بتعمله كوبري وليكن وفي شركه كبيره وليكن، ساعتها في اللحظه دي، ساعتها في اللحظه دي الكوبري ده هيقع. تيجي انت بعد كده تشتغل في اي شركه ثانيه تقدم لهم السي في ان انت كنت شغال في الشركه الفلانيه، يقول لك هو انت في الشركه اللي حصل فيها 1 2 3؟ لا مع السلامه. طب يا عمي انا لا كنت في انا لا كنت في الكوبري ده ولا كنت في الموقع ده ولا كنت موجود ساعتها، يقول لك لا ماليش فيه. يبقى معنى كده انه بمعنى اصح ان الراجل بيهتم في التوتال كواليتي مانجمنت في المقام الاول والاخير على الريبيوتيشن اللي هي سمعه الشركه. دي كده تعتبر مراحل تطور الجوده بالنسبه لنا. تعال بقى نشوفها عندنا. يبقى بنقول ان الكواليتي انسبكشن، انا كده خلصت النظر اللي انا عايزه، نطلع بقى على الكواليتي انسبكشن. هي عباره عن عمليه ميجرنج وتستنج للاكتيفيتيز اللي موجوده فين في المشروع. طلعوا من هنا بداوا يعملوا التوتال انسبكشن، واتكلمنا وقلنا ان التوتال انسبكشن لا تصلح في حاله مين؟ لا تصلح في حاله الاختبارات المتلفه، وبالتالي لا يتم استخدامها في الغالب في مشروعات مين؟ الكونستراكشن بيلدنج. علشان خاطر كده بدانا نعمل مين؟ الكواليتي كنترول. وقلنا تعريفات الكواليتي كنترول كل الكلام ده تقدر بقى تذاكره بسهوله لان انا شرحته وسردته في البدايه. طيب كلام جميل. يبقى الكواليتي كنترول دول الكلمتين الجمال اللي قلناهم ان هي بيرفورمد اون، بيرفورمد اون الفاينل برودكت. الكواليتي كنترول بيرفورمد افتر مانوفاكتشرنج بروسيس. الكواليتي كنترول بنشور تو انشور ذات، تمام، عشان تتاكد انه The final product is right or not. And take أنا مش هكتفي إن المنتج أو مش هنتظر إن المنتج بتاعي يطلع سليم أو بايظ. ده معناه أنا أروح أفكر في مين؟ في الكواليتي، الكواليتي كواليتي أشورنس. طب دي خطواته لما يجي يعمل كواليتي مين؟ كنترول. قال لك بيعد، بيجيب البند اللي عايز يختبره، بيبدأ يجهز وحدات القياس بتاعته، بيبدأ يشوف حدود المواصفة، بيبدأ يقيس المنتج بتاعه ويختبره، يقارنه بالمواصفات اللي هو كان حاططها، ويشوف لو المنتج سليم جو اهيد، ما كانش بيرجع يعمل فيدباك ويشوف الاصلاحات ويرجع تاني يعيد تاني في مين؟ في الكره. طيب الكواليتي اشورنس ده احنا اتفقنا وعرفنا ان الكواليتي اشورنس ده بيرفورمد ان ذا بيرفورمد اون ذا ستيبس اوف ذا برودكت بروسيس، بيرفورمد بيفور مانيوفاكتشرنج بروسيس، علشان يتاكد انه البروسيس از رايت to prevent the defects from occurrence، يعني عشان يمنع العيوب انها تحدث اصلا في الاساس. طلع بعد كده اتكلم في مين؟ في التوتال كواليتي مانجمنت، وقال لي ان التوتال كواليتي مانجمنت في الاساس
ما هي اللي عباره عن اداره الجوده الشامله زي ما قلنا، ان الكاستمر اورينتد تكنيك ساتسفيكشن اللي هي عباره عن ارضاء العميل، تحسين الجوده مستمر، ان الجوده مسؤوليه any element of mean organization، مسؤوليه كل الاطراف اللي موجوده في المشروع. اتفقنا؟ نطلع بقى من هنا على كلمه في قمه الاهميه، الا وهي موضوع مهم بنسميه مع بعض الكواليتي او الكوست اوف كواليتي. بس قبل ما اخش على الكوست اوف كواليتي، التيبل ده جميل جدا 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 كمقارنه ما بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. قلنا الكواليتي كنترول برودكت، لا يبقى الكواليتي اشورنس بروسيس. قلنا الكواليتي كنترول دي عباره عن اجراء رياكتيف، قلنا الكواليتي اشورنس ده عباره عن برو اكتيف. هنا كان فايند ديفكتس، هنا بريفنت ديفكتس. هنا كان بيعمل تيستنج لاختبارات، هنا ديفايننج بروسيس بيعرفك العمليه الانتاجيه هتمشي ازاي. هنا بيعمل انسبكشن فحص، هنا سيلكشن اوف تولز بيقول لك استخدم المعده الفلانيه والحاجه الفلانيه علشان تقدر تنفذ بيها البند بتاعك. اتفقنا؟ نطلع بقى على جزئيه مهمه الا وهي البروجكت كواليتي مانجمنت، الخطوات بتاعتنا والمفاهيم بتاعتها. يعني بنتكلم في ان احنا عندنا الكومن اندرستاندنج، مفاهيم اساسيه. رقم واحد انك تكون عندك كاستمر ساتسفيكشن، بريفنشن اوفر انسبكشن، تمام، مانجمنت ريسبونسبيلتي، البروسيس ويزن مين ويزن فيز، لما تيجي تنفذ لازم تكون ماشي بالسايكل او الديمينج سايكل اللي هي البلان دو تشيك اكت. وخلي بالك في المانجمنت ريسبونسبيلتي دي معناها ايه؟ مانجمنت ريسبونسبيلتي دي معناها ان الراجل اللي هيقوم بعمليه الجوده او يقنع الناس لازم يكون هو شخصيا مقتنع ان تطبيق الجوده هيكون له اثر ايجابي على الشغل بتاعه، تمام. يمكن بعد كده باقي الحاجات اللي موجوده عندي انا ما تهمنيش قوي، انا يهمني اخش في مين في الموضوع اللي جاي الا وهو الكوست اوف كواليتي، تكلفه الجوده. لما نيجي نتكلم على سبيل المثال وليس الحصر، شركه زي شركه ابل، شركه زي شركه ابل منتجاتها غاليه جدا. ليه؟ قال لك لان الخامه بتاعتها عاليه. طب الخامه عاليه ليه؟ لان الكواليتي بتاعته عاليه. طيب يعني ايه كوست اوف كواليتي؟ يعني انت بتصرف عشان المنتج بتاعك يطلع سليم. طب المصاريف اللي بصرفها دي ايه الكومبوننتس بتاعتها الاساسيه؟ قال لك الكوست اوف كواليتي بقى دي بنسميها البيف كوست. البيف كوست اللي هي البي عباره عن بريفنشن، الاي عباره عن الابريزل، الفي اف عباره عن الفيلير كوست. تيجي نشوف الثلاثه معناهم ايه؟ تعالى تعالى تعالى. بريفنشن كوست دي معناها تكلفه انك تمنع حدوث الاخطاء اصلا، ودي تكلفك فلوس طبعا. ابريزل كوست ودي تكلفه الاختبارات اللي هتتم على المنتج عشان اتاكد انه سليم ولا لا. تالت حاجه عندنا الفيلير كوست، دي تكلفه لو المنتج بتاعنا عليك طلع مش مظبوط وبايظ والناس ما عرفتش تستخدمه، بيرجعوه لك تاني اكيد وبتصرف عليه فلوس وقدرها. طب نمسك اول حاجه بريفنشن كوست. بريفنشن كوست هي عباره عن تكلفه منع حدوث الاخطاء. دي زي ايه؟ دي زي لما اجي اكون عامل ديزاين لمشروع واروح اسلمه للناس من غير ما راجعه، ده كارثه. ده معناه ان ممكن يرجعوا لي اللوح تاني وما يتعاملوش معايا تاني. ده معناه ايه؟ انه لازم تتم عمليه مراجعه كامله للمواصفات والرسومات اللي اتعملت. طب انا عندي عمال وشغالين على ماكينات في مصنع، والعمال دول كل شويه يطلعوا المنتج في مشاكل، يبقى قبل ما اخليهم يشتغلوا ويدبوا ايديهم في اي ماكينه من الماكينات الموجوده ياخدوا تريننج كورسز على الماكينات دي. يبقى التريننج كورسز اللي بتاخدها مع الناس دي ببلاش؟ لا بفلوس. طب خدوها ليه؟ خدوها عشان المنتج بتاعي يطلع سليم ومش كل شويه في اخطاء ويرجع المنتج يترد لي تاني. يبقى البريفنشن كوست، البريفنشن كوست من امثلتها هي all costs associated with the efforts that are directed to prevent نون كونفورمانس، ودي خطيره جدا. يبقى ديت عشان يمنع النون كونفورمانس، عشان المنتج بتاعه يكون مين؟ سليم. اند دو ات رايت فروم ذا فيرست تايم، والمنتج بتاعي يطلع سليم من البدايه. زي مين كنا قلنا؟ عمل خطه للجوده لمنع حدوث العيوب، مراجعه التصميم المنتج الجيد، مراجعه تصميم المنتج الجديد، مراجعه خطه العمل للمنتج الحالي، وضع نظام تدريب مكثف للعماله. يبقى الحاجات اللي خاصه بالبريفنشن دي حاجات زي مين بقى؟ هي تحت زي الديزاين ريفيو، تريننج، كواليتي بلاننج، سيرفينج اوف فيندورز اللي هي انك تحصر العمائل الموردين اللي موجودين معاك والسبلايرز اند السب كونتراكتور عشان تعرف مين الكويس ومين الوحش ومين اللي تتعامل معاه ومين اللي ما تتعاملش. وكل ما اصرف اكتر على البريفنشن، كل ما اصرف اكتر على البريفنشن، اهو بقول خلي بالك، كل ما اصرف اكتر على البريفنشن كل ما تقل المصاريف اللي هصرفها على الفيلير، لان انا صرفت ان المنتج ما يطلعش بايظ، يبقى معنى كده المنتج فعلا مش هيطلع بايظ
بالنسبه لي. طب انا لو طلعت بقى على تاني واحده، ودي بقى تكلفه تعتبر as constant cost، تكلفه ثابته، اللي بنسميها الابريزر او الاسسمنت اور الانسبكشن كوست. دي معناها ايه؟ دي تكلفه الاختبارات اللي هتعملها علشان تثبت للراجل ان المنتج بتاعك سليم ولا لا، ودي كده كده هتعملها. على سبيل المثال في موقع شغال دلوقتي وبيصب خرسانه، هل ينفع الماء الاستشاري يستلم من المقاول الا بعد ما يحصل كسر لمكعبات؟ يعني معنى كده اختبارات كسر مكعبات، اختبارات مين؟ قياس الهبوط بتاع الخرسانه، اختبارات مين؟ الكومباكشن تيست بتاع مين؟ الردم. كل الاختبارات دي لو ما اتعملتش مش هيستلم منك، يبقى انت كده كده بتعملها سواء المنتج هيطلع سليم او هيطلع بايظ. اتفقنا؟ يبقى الابريزل كوست هي عباره عن تكلفه الاختبارات اللي تمت، يبقى هي عباره عن مين؟ انسبكتنج اند تيستنج الماتيريال، المينتيننج اوف تيستنج مين؟ equipment training associated with mean inspection. يبقى دي بالنسبه لي بتمثل مين؟ الابريزل كوست، اللي هي تكلفه الاختبارات اللي هتمنع المنتج انه يكون سليم ولا لا، واتفقنا ان دي كده كده لازم تتعمل. طيب نطلع بقى على رقم ثلاثه، ودي مهمه جدا جدا جدا، الا وهي حاجه بنسميها الفيلير كوست. الفيلير كوست، قبل ما نقول يعني ايه الفيلير كوست، انا الفيلير عندي نوعين رئيسيين فيه، internal failure واكسترنال فيلير. internal failure دي معناها ان المنتج اكتشفت انه بايظ وهو لسه في ايدي، يعني ما وصلش ايد العميل. انما الاكسترنال فيلير معناها ايه يا شباب؟ دي معناها ان المنتج وصل ايد العميل فعلا واكتشف انه بايظ. يبقى معنى كده ان الفيلير كوست هي عباره عن all costs associated with activities necessary because the product or service don't meet specification or fail to meet customer requirement. طيب انواعه ايه بقى؟ قلنا internal وقلنا external. طب internal زي ايه يا ترى؟ لا تعال نشوفه النبي. internal على سبيل المثال وليس الحصر، انا شغال دلوقتي في مبنى، مش الراجل بعد ما البنا بيخلص بيسلم الحيطه، البنا ده بيسلم الحيطه اللي عملها للراجل الممحر او بتاع البياض؟ تقول لي اه. طب اذا كانت الحيطه دي استلمها بتاع المحاره بايظه، يعني ايه بايظه؟ يعني فيها ميل شديد، هل بتاع المحاره هيعرف يشتغل؟ يبقى ده ساعتها اسمه مين؟ internal failure. لكن لما تسلم المشروع كله لايد العميل ويكتشف ان في مشاكل، ده اسمه external failure. يبقى الانترنال فيلير دي معناها انك انت اثناء عمليه التصنيع بتسلم منتجك من خط لخط، وممكن الخط ده معتمد على اللي قبله، طب اللي قبله اشتغل غلط، يبقى اللي بقى بعد ممكن يكمل على الغلط او انه يوقف. وبالتالي في اللحظه دي انا لن اقبل بالمنتج، بس وهو مين؟ تحت ايدي، لسه ما وصلش ايد مين؟ العميل. طب على سبيل المثال الانترنال فيلير حاجات زي مين بقى؟ الانترنال فيلير زي السكراب، ان انا ههدم الحيطه اللي انا عملتها دي تاني. طب تكلفه الهدم دي، ما انت هتيجي هتهدم بعماله، هتيجي تهدم معاه وهتضيع مواد خام انت كنت مستخدمها ووقت، يبقى كل ده بفلوس. ريورك، ده انت هترجع تعمل ايه؟ تعيد بناء الحيطه تاني. داون تايم، الوقت اللي انت ضيعته في بناء الحيطه ده، ما هو تكلفه عليك. ديزاين تشينج، ممكن تغير في عمليه التصميم اثناء عمليه التنفيذ. ريتستنج، ما انت هترجع تختبر تاني المنتج اللي انت عملته من اول وجديد. فيلير اناليسيز، عمليه اعاده الاختبارات مره اخرى، يعتبر زي الريتستنج. داون جريدنج، ودي مهمه جدا. يعني ايه داون جريدنج؟ يعني انا مصنع دلوقتي سيراميك بقى، ايوه مصنع سيراميك، في اللحظه دي وانا ببيع منتجي، انا بصنع السيراميك مفيش حاجه اسمها فرز تاني وفرز تالت، هو بيطلع كله على ان هو فرز اول. طب لما بيطلع المنتج معاه خارج حدود المواصفه، بدل ما يرميه بيسميه باسم تاني، فرز تاني وفرز تالت، فبيبيعه بسعر اقل من السعر اللي هو كان المفروض يبيع بيه المنتج بتاعه. فدي معنى كلمه داون جريدنج، انه بيضطر يبيع المنتج بسعر اقل وبيسميه باسم تاني عشان يعرفك ان المواصفه فيه قلت عن مكان في مين في الاول، لكن للاسف الشديد هو كان مصنعه في الاصل على انه فرز ايه؟ فرز اول. طيب external failure بقى، خلي بالك ان الكلام ده كله كان طبقا لمين؟ ده كله والمنتج لسه في ايدي، internal failure cost. طب لو المنتج بقى بعد اذن سعادتك وصل ايد العميل، ده اسمه external ايه بقى؟ failure. طب الاكسترنال فيلير، المنتج وصل ايد العميل، انا ايه اللي هصرفه بقى على العميل ده بقى لما المنتج طلع في ايده بايظ؟ قال لك رقم واحد الكومبلين ادجستمنت. بنشوف اي شركه محترمه في الدنيا بتقول لك الخط الساخن، صح الكلام ده؟ اه، الخط الساخن ده لمين؟ لشكاوي العميل. طب انا بقى الخط الساخن ده تليفونات
موجودة وعمالة موجودة اللي هم قاعدين بيردوا على الناس، صح الكلام ده؟ دول كلهم مرتبات وبياخدوا منك. طيب لو انت ما ردتش على عميل، طب ما هو العميل ده هيوصل للي بعده واللي بعده واللي بعده، وكده ما حدش هيتعامل معاك تاني. يبقى اول حاجة في الاكسترنال فيلير عشان تمتص الاكسترنال فيلير لازم يكون عندك كومبلينت ادجستمنت. طيب ايه تاني؟ ريتيرن الماتيريال او البرودكت ماتيريال، معناها ايه دي؟ ان المنتج هيرجع لك مره تانيه من السوق، وده في حد ذاته يعتبر كارثه وتكلفه عليك. تكلفه امين الضمان الوارنتي تشينج، انت عامل ضمان، كل ما الضمان عندك كانت فترته اكبر كل ما كان احتماليه ان المنتج يرجع لك بتكون اكبر، وبالتالي كل ما المنتج كان ضمانه اكبر ده بيدفعك انك انت بتكون صارف كبريفنشن كوست اعلى واعلى علشان ما تصرفش على مين؟ على الضمان. ليابيليتي كوست، ليابيليتي كوست دي عباره عن بقى مين؟ دي عباره عن الفلوس اللي هتبقى كمنازعات ما بين المالك والايه؟ والمقاول اثناء عمليه التنفيذ لو حصل لا قدر الله ان المنشا ما كانش قابل رضا العميل في المشروع. تمام؟ لوس ريبيوتيشن ودي كارثه، سمعتك في السوق هتضيع ودي مش بفلوس. لوس اوف فيوتشر وورك، لما السمعه راحت ما عادش هيجي لك شغل جديد. تمام؟ معنى كده ان مشاركتك في السوق هي كمان منها لوس اوف ماركت شير، يبقى دول سيكونس ورا بعض مترتبين على بعض. اتفقنا؟ طيب الريليشن بتوين البي اي اف كوست اند الديفيتس، الحته المهمه بقى ان احنا بنسمي في اوقات كتيره بقى، بنسمي في اوقات كتيره دول كده اسم تاني، الاثنين دول مع بعض بنسميهم الكونفورمانس كوست. الكونفورمانس كوست دي الفلوس اللي اتصرفت عشان المنتج يطلع سليم، طب لو طلع سليم غير سليم يبقى دي اسمها النون كونفورمانس كوست. يبقى الكونفورمانس كوست عباره عن البريفنشن والابريزل، انما النون كونفورمانس كوست دي عباره عن الفيلير كوست بالنسبه لمعاليك. اتفقنا؟ طب العلاقه بقى، قال لك بكل بساطه لو قلت ان المنتج هنا عند الخط ده، المنتج عند الخط ده 100% ديفكتيف، يعني المنتج بايظ تماما، عند الخط ده المنتج 100% جود، يعني سليم تماما. اتفقنا؟ المحور الراسي ده بيعبر عن الكوست اوف كواليتي، تكلفه الفلوس اللي انا هصرفها على الجوده. خلي بالك بقى البريفنشن عكس تماما الفيلير، اكيد وصلت، لان انا بصرف عشان امنع، ولما اصرف عشان امنع يبقى المنتج ساعتها هيكون بالنسبه لي ما فيش اي مشكله او ما فيهوش اي حاجه. طب تعالى بقى المنتج بتاعي لو قلت ان هو ملامس ال 100% جود، ملامس ال 100% جود هنا كده، ده معناه ان انا صرفت حاجه على الفيلير؟ يبقى المنحنى الاحمر اللي انا برسمه ده، ده منحنى الفيلير. المنحنى الاحمر اللي انا رسمته ده بيمثل ايه يا شباب؟ منحنى الفيلير. طيب المنحنى الازرق اللي انا رايح ارسمه الناحيه الثانيه ده بايدي، ده بيمثل ايه المنحنى الثاني ده بقى؟ اهو المنحنى الثاني ده عندنا اهو، معلش ثواني كنترول زد، انا هرجع من هنا اهو ارسمه لك بلون ازرق اهو مع بعض، هنرسمه من تحت هنا اهو. يبقى ده كده منحنى مين بقى؟ ده منحنى الابريزل مع البريفنشن. لو انا عند النقطه دي تحت انا بقول المنتج بتاعي سليم تماما، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في اللحظه دي صرفت هنا على البريفنشن اقصى ما يكون، وكده ما صرفتش اي حاجه على مين؟ الفيلير، لان المنتج سليم. طب كل ما عمال اقبل عيوب في المنتج ده معناه ان مصاريفي على البريفنشن، اكيد وصلت، مصاريفي على البريفنشن عماله تقل، وكده مصاريفي على الفيلير عماله مالها؟ تزيد. يبقى دي نازله ودي بتزيد لحد لما اجي عن المنتج وليكن 100% بايظ، ده معناه اني ما صرفتش اي حاجه على البريفنشن، يبقى كل سنه وانت طيب صرفت اقصى ما يكون على مين؟ على الفيلير. بس خلي بالك من حاجه بقى، عمري ما منحنى البريفنشن ده هيلامس 100% جود، حتى لو تلاحظ انا جايبه هنا ازاي؟ يعني يا دوب شكه جنبه. ليه؟ لان احنا اتفقنا قبل كده مفيش اي شيء في الدنيا كامل، لان الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب عند اي نقطه بقى هجمع البريفنشن، هجمع الفيلير كوست زائد البريفنشن كوست والادمين والابريزل كوست اللي فوق، مجموع دي زائد مجموع دي يديني النقطه اللي فوق دي، يبقى بيطلع معايا منحنى ثالث. المنحنى ده بيمثل مين؟ التوتال كوست اوف كواليتي. تمام؟ قال لك بقى بتضطر انت عند اي نقطه معينه، عند نقطه معينه اللي عندها اقل تكلفه دفعتها على المينيمم كوست، دي بعض الشركات بتقبل بالكلام ده، يبقى دي عنده العيوب المعينه اللي يقدر يقبلها اللي تديله مين؟ مينيمم كوست اوف كواليتي.
اتفقنا؟ يبقى دي العيوب المقبوله بالنسبه له من وجهه نظره اللي تدي له المينيمم كوست اوف كواليتي. طب هو عايز بقى المنتج يبقى سليم جدا، خلاص يبقى يبدا يدفع بنفسه انه يخش في مين؟ يبدا يخش في التول دي او في الستيج دي، عشان يبدا بقدر الامكان يقلل من عيوب، وكل ما يقلل من عيوب هو عمال يدفع اكتر على البريفنشن، والفلوس اللي بتتصرف على الفيلير بتكون اقل ما يكون. يبقى ده مينيمايزنج ذا كوست اوف كواليتي، تمام. وانا هنا شارح الثلاثه، ده كده عباره عن الكيرف الاولاني، واي الاثنين دي معناها ايه، واحد معناها ايه، والكلام ده مكتوب عند حضرتك تحت لو حبيت تقراه اهو، تمام. ننزل بعد كده على الكيرف الثاني، وده الكيرف بتاع مين؟ ده الكيرف بتاع الفيلير كوست، ان انا كنت صارف في ازاي، وشارحينه تحت هنا. طيب اخر جزئيه في حصه النهارده ان شاء الله، ان احنا كنا بنقول تاني اهو، جات لك اهي، الكوست اوف كواليتي عباره عن كونفورمانس ونون كونفورمانس. كونفورمانس اللي هي عباره عن البريفنشن والابريزول كوست او الانسبكشن كوست، النون كونفورمانس دي عباره عن الفيلير كوست. طيب لو انا بقى رحت عملت عمليه انهانسمنت او عمليه تحسين بمعنى اصح في الكواليتي، في الكوست اوف كواليتي، ده معناه الكوست اوف كواليتي هتزيد ولا هتقل؟ لا اسمع دي بقى جميله قوي، هنعتبر على المحور الرأسي ده هو عباره عن الكوست، على المحور الافقي ده ده الجوده قبل ما يتم عمليه التحسين، وده المصاريف اللي صرفتها على الجوده بعد ما تميت عمليه التحسين. في النقطه دي، دي من اول هنا لحد هنا تحت، دي التوتال كوست اوف كواليتي اللي انت صرفتها. الابريزل دي خلي بالك اتفقت معاك وقلت دي رقم كونستانت، كلام جميل. البريفنشن كوست دي عباره عن ايه؟ البريفنشن كوست بالراحه بقى دي الفلوس اللي صرفتها على ان امنع الاخطاء، ودي الفلوس اللي صرفتها على الاخطاء. طب انا لو حسنت الرقم ده مش هيتغير لان انا قلت كونستانت. طب لو حسنت ده معناه ان انا صرفت شويه كتير على مين؟ على البريفنشن. خلي بالك بقى ان كل جنيه بتصرفه على البريفنشن كوست بيوفر معاك 100 جنيه في الفيلير كوست. ده معناه ايه؟ ان لو زودت البريفنشن كوست شويه زي ما انت شايف كده اهو، كده البريفنشن بدل ما كانت هنا بقت هنا، يبقى البريفنشن ايه اللي حصل لها؟ انكريز، لان انا عايز المنتج بتاعي يطلع سليم. في اللحظه دي الفيلير كوست قلت ونزلت خالص هنا، يبقى الفيلير جت هنا ورحت مركب ده ككونستانت زي ما هو، ده معناه انه حصل هنا في النهايه مين؟ الله ينور عليك، وفر في الكوست بتاعت الكواليتي. يبقى كلمه كوست الكواليتي دي مش كلمه سهله ان احنا نعديها ونمشي، لازم تعرف ايه عناصرها. ومعنى كده ان لما اصرف على الجوده ده مش معناه اني بصرف فلوس في الهواء زي ما في ناس كتيره جدا 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 معتقده ذلك. انا كده بنهي النهارده، شكرا والسلام عليكم.